حياكم الله جميعا يا مرحباً ومسهلاً حياكم الله جميعاً أخوكم هاني العنزي بنتكلم اليوم إن شاء الله عن الجوانب القانونية للمنشآت الصغيرة المتوسطة في ظل الأزمات اللي إن شاء الله نتجاوزها جميعاً في ظل هذا الوطن الشجاع في البداية خلونا نتعرف أو ناخذ لقطة بسيطة وعامة عن أبرز المواضيع القانونية اللي تخص المنشآت الصغيرة المتوسطة وأكتب بهذا العقود والشركات ونظام العمل ثم بعد ذلك ننتقل ل ننتقل لموضوع الاثار القانونيه او طريقه التعامل القانونيه في مثل هذه في مثل هذه الحالات. الاسئله تكون عن طريق ال الكيو اي ظاهر عندكم في النص تقريبا اللي عنده اللي يصير عنده البرنامج زوم حيلاقيها تحت كيو أي أه حتكتب في الكيو اي سؤالك وحجاوب عليها مباشره ان شاء الله ممتاز أه في البدايه حنتكلم عن أه عن مجموعه اشياء تخص المنشات الصغيره المتوسطة ثم ننتقل بعدها ان شاء الله لموضوع أه الحال في هذه الازمه وش السبل او وش الحلول القانونيه خاصه بعد أه القرارات اللي صدرت بالامس فيما يخص عقود عقود العمل وبقيه القرارات الخاصه بعقود العمل الطريقه اللي بيننا في التفاعل هي انك ترفع يدك ممتاز اللي يعرف الطريقه يرفع يده الان عشان نعرف اذا في احد عارفها ولا لا الاخوان اللي معنا في الدوره في طريقه تقدر ترفع في يدك فيها عشان نشوف من معي ومن يتفاعل اول موضوع حنتكلم فيه اللي هو موضوع العقود في البدايه لازم نعرف ان احنا في حياتنا محاطين بالعقود من حيث لا نشعر. شو معنى كلمه محاطين بالعقود؟ نقصد بكلمه محاطين بالعقود ان التعاقدات في حياتنا كثيره جدا. من اول الماء مثلا او القهوه اللي نشتريها وحنا طالعين من قهوه او من كافي معين. هذه في الحقيقه هي عباره عن عقد، عقد بيع. لأغلب تعاملاتنا الجوال، شراء الجوال، سداد الفاتوره الى اخره. كلها عباره عن عقود بيع وعقود ايجاره حتى ذهابنا للعمل كل يوم والعوده من هذا العقد من عقود الايجار اللي اسمه عقد العمل طلباتنا من التطبيقات مثل ما انت الحين في بيتك تصير في بيتك وتطلب من التطبيقات التطبيق هذا هو عباره عن اجيل يقدم لك خدمه فالعلاقه اللي بينك وبينه هي علاقه عقد فاحنا بالنسبه للتعاقدات محاطين من حيث لا نشعر بكم هائل غير عادي جدا من التعاقدات الفكره اللي ودنا نقولها اليوم أن الكتابة في طالع العقود سمعنا أن الكتابة في طالع العقود يعني أن الأصل في تعاقداتنا في حياتنا أنها تتم دون كتابة جاءت الكتابة من أجل توثيقها وحفظ الحقوق وعدم النسيان وضبط هذا الموضوع وسهولة الرجوع إليه في الأساس كان الناس يتعاقدون بالكلمة الكلمة عند العرب هي العقد أو هي هي الميثاق وعند الناس بشكل عام لكن شرعا وقانونا العقد ينعقد بالكلام او بالافعال احيانا فانا لما اقول اقول لك تبيع جوالك مثلا وتقول لي تم ب 4000 واتفقنا خلاص العقد ينعقد مو بشرط نكتب لكن الكتابه مهمه جدا من اجل ضمان ضمان الحقوق وضبط الحقوق والسؤال اللي نطرحه دائما هل التوثيق ينافي الثقه ولا لا؟ هل التوثيق ينافي الثقة؟ بالتأكيد أن التوثيق لا ينافي الثقة لكن التوثيق يضبط هذه الثقة شيباننا من أول تزوجوا بدون لا يكتبون في عقد زواجهم كان يجي الشيخ ويملك مع ولي وشاهدين ويسوون ولي ما ينعقد الزواج دون كتابة بعدين صرنا نكتب هالعقود عقود الإيجار من أول كنا نسكن واحد من من جماعتنا ومن ربعنا في البيت بدون لا نكتب مع عقد خاص في أنه يكون مستأجر وكنا نضمن هذه الاشياء، لكن الان مع كثره التعاملات صارت الكتابه شيء مهم والزال. فالسؤال الاول هل تنعقد العقود دون كتابه؟ الجواب تنعقد العقود دون كتابه، الا عقود نادره في حدود ضيقه جدا مثل عقد بيع السفينه وعقد الشركة المساهمه والان عقد الايجار في الايجار السكني حتى الان لابد ان ينعقد عبر عن طريق بوابه سكني عن طريق بوابه ايجار. بقيه العقود الاصل انها تنعقد مباشره دون دون كتابة طيب إذا العقود تنعقد دون كتابة وش فائدة الكتابة؟ فائدة الكتابة هي للتوثيق ولضبط الحقوق وللرجوع لها عند النسيان وهذا شيء نؤكد عليه تماما ودائما أنه لازم في كل تعاقداتك وكل تعاملاتك أن تكتب لما نجي بعد شوي عن نظام العمل راح نكتشف كم الأشياء التي يلزم نظام العمل فيها بالكتابة أحيانا يعتبر الكتاب اركب من اركان هذا النقاش او شرط من شروطه بحيث ان ان العمل حقنا ممكن يختل ويبطل اذا لم يكتب جميل ف حنتطرق اول شيء لموضوع ما هو العقد وتعريف العقد عند الفقهاء وعند القانونيين واللي يهمنا منا كرواد اعمال ان العقد هو ارتباط الايجاب بالقبول لما اقول بعتك واشتريت اللحظه التي اقول فيها اشتريت هذه اللحظه يعبر عنها بلحظه الارتباط بين الايجاب والقبول، الايجاب الرغبه في الشراء او الرغبه في الاستئجار او الرغبه في التعاقد والقبول الموافقه على هذه على هذه الرغبه، اللحظه اللي اوافق فيها على رغبتك في عقد عقد تعتبر هي لحظه انعقاد العقد بس عشان نسمي هذا عقد لازم يكون في وجه يثبت اثره في المعقود عليه، بمعنى لما اشتري هالجوال منك وش اللحظه التي يعني وش الفائده من من كلمه بعتك او هي انتقال هالجوال من ملكيتي الى ملكيتك في هذه الحاله صار في اثر ثبت على المعقود عليه وهو اثر انتقال ملكيته او انتقال منفعته او او الى اخره هذا هو تعريف العقد بشكل عام يهمني في لحظه في كلمه ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الاخر فكره مهمه وهي في عقود التجاره الالكترونيه نحن لا نعلم متى يرتبط هذا الايجاب بالقبول، ما نعرف متى لحظه انعقاد العقد، هل لما اودي البضاعه للسلة، ولا لما ادفع؟ ولا لما ولا لما يصني العلم؟ ولا اكد الى اخره، إيه؟ في اكثر من نظريه في هذا الموضوع لكن آه لاننا بنتكلم عن هذه كلها مقدمات عشان نصل الى فكره التعامل خلال خلال الازمات. هل يحتج بالعقد الالكتروني؟ لو تعاقدت انا وشخص عن طريق الواتساب، عن طريق الايميل، عن طريق اي برنامج او اي منصه الكترونيه هل هذا التعاقد ملزم في المحكمه؟ هذه حلقه اسمها هل محادثات الواتساب دليل؟ تكلمت فيها عن قرار المحكمه العليا باعتبارها دليلا اذا طبقت عليها الشروط الموجوده في نظام اسمه نظام التعاملات الالكترونيه صدر عام لازم بهذا النظام نظام التعاملات الالكترونيه يفيد هذا النظام ان المحرر الالكتروني حجيتها الكامله اذا سلم من العوارض هذه الفكرتين البسيطه اللي بنتكلم عنها في موضوع العقود ولان العقود تاثرت جدا بالازمات نتكلم عن عقود الايجار وعقود البيع وتعاقداتنا بشكل عام الجزء منها عقد الشركه وعقد العمل في الشركات بشكل عام عشان نتصور في الشركه انه الشركه هي عقد جزء العقود لكن العقد هذا يلتزم بمقتضاه شخصاني أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع يستهدف الربح ليش كنا يستهدف الربح؟ كنا يستهدف الربح لأن الربح هو الهدف من الشركة ولا انتقلنا للجمعية الخيرية الجمعية الخيرية والعمل الأهلي هو الذي لا يستهدف الربح بينما الشركة تستهدف الربح كيف استهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل؟ يجي شريك يقدم فلوس، والشريك الثاني يقدم شيء عيني، والشريك الثالث يقدم عمل وجهد مثلا او كلهم يقدمون فلوس او كلهم يقدمون شيء عيني ثم يلتقون هذه هذه الاشياء تجمع شيء اسمه راس مال من اجل ايش؟ من اجل الربح واقتسام ما ينشا عن هذا المشروع من ربح من ربح او خساره، هذه فكره الشركه بشكل عام والشركات اللي تهم رواد الاعمال اول شركه شركه تضامن والتضامن انه تضم الذمه الماليه للذمه الماليه الاخرى بحيث يصير ذمتي الماليه انا وذمتك الماليه شيء شيئا واحدا وعرفها النظام في الماده السابع عشر وقال هي الشركه بين اشخاص طبيعيين بمعنى انه شركه التضامن لازم تكون بين محمد وفهد ورزان ونوف وإن لازم أشخاص طبيعيين فلان وفلان ما تصير بين مؤسسة ومؤسسة أو منشأة أو منشأة أو شركة أو شركة لازم تكون بين أشخاص طبيعيين هل الأشخاص الطبيعيين يكونون مسؤولين وبالتضامن وفي جميع أموالهم الخاصة أموالهم اللي برا رأس مال الشركة مسؤولين عن ديون الشركة والتزاماتها هذه الشركة من أخطر الشركات وهي الأصل الأصل في الشركات أنا طبعا حمر مرور سريع على الشركات بشكل عام بعدين بنتكلم عن الآثار كل هذا النقاش هو عبارة عن مقدمات بسيطة عشان نصل لموضوع الاثار عشان نتصورها بعد النوع الثالث ثاني من نوع الشركات شركه المحاصه شركه المحاصه عرفها نظام الشركات في الماده 43 قال شركه المحاصه شركه تستتر عن الغير هي في الخلف ما حد يشوفها ولا تتمتع بالشخصيه الاعتباريه يعني ما اسمها شركه الجوده او شركه النهر الم... او شركه المدري ايش ما لها اسم تجاري هي عباره عن شركه عباره عن شركه ليس لها شخصيه اعتباريه تكون اسمها مؤسسه ممكن يكون اسمها فود تبيع في وحده، ممكن تكون بسطه، ممكن تكون حساب انستغرام، ايا إن كان لها سكن لكنها ليست مسجله في النظام كشركه. اذا لا تتمتع بالشخصيه الاعتباريه ولا تخضع لاجراءات الشهر لأن الشركات عندنا تشهر في سابقا في موقع ام القرى والان في منصه وزاره التجاره، منصه اعمال وجريده اعمال، تعرف جريده الاعمال فيها عقد التاسيس ملخصه ولا تقيد في السجل التجاري ما تقيد في سجل الشركات يعني ما يصدر سجل خاص اسمها شركه هي في الواقع وفي الورق اسمها مؤسسه ممكن ما اسمها مؤسسه هي عباره عن ممارس تجاري بس عنده حساب في انستغرام يمارس لكن ليس لديه سجل تجاري حق شركه لكن عنده شركاء يعني هو شخص يبيع في انستغرام قطين مع اثنين من اخوانه او اثنين من زملائه ويبيعون ويشترون العلاقة اللي بينهم هذه نسميها نظاما شركة المحاصة كل واحد عنده حصة لكنهم مستترين وبالخفاء ما يظهرون هذه الشركة هذه الشركة من أكثر الشركات انتشارا آه يحفظ الحقوق فيها بالكتابة يكتب, يكتب, الشركاء حقوقهم والتزاماتهم واجباتهم فيها حرية في التعاقد مو بشرط يكون كلهم تجار ليس لها شخصيه معنويه ما تسمي نفسها ما تسمي نفسها شركه. النوع الثالث من انواع الشركات هي الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وهي اخر نوع من انواع اللي بنتكلم عنها اليوم. نقصد بالمسؤوليه المحدوده عكس التضامن. المسؤوليه المحدوده سلمكم الله هي شركه كل شريك فيها مسؤول في ديون الشركه عن قدر حصته فقط. بمعنى الشريك الاول اسمه هاني عنده ألف الشريك الثاني عند اسمه وليد عنده 40000 الشريك الثالث اسمه عبد العزيز عنده 50000 لما يصير في خساره في الشركه دي هاني يخسر حصته في الشركه زائد 30000 اللي هي مقدار حصته لذلك عرفها أن قال الشركه ذات المسؤوليه المحدوده هي الشركه التي لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 شركة اذا لها حد اعلى في عدد الشركاء وتكون ذمتها مستقله عن ذمه كل شريك فيها كل شركه فلوسها الخاصه برا الشركه دي ما تتاثر بخساره الشركه دي او بانتهائها او بانهيار اصول او بانهيار اموالها واصولها ما دخل الشريك ده الشريك ده اموالها الخاصه مستقله عن عن اموال وديون الشركه وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها ولا يكون الملك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات بمعنى لو خسرت الشركه 100 الف الف ما راح يرجعون لحسابك الشخصي ياخذون من الفلوس دي زي يحصل في شركه التعامل راح يرجعون للشركه نفسها ولموجودات الشركه ويصفونها واذا كانت افلست الشركه ستفلس وفقا لنظام الافلاس وتبحث في ديون الشركه واموال الشركه لكنها لا تبحث ابدا في اموالك في اموالك الخاصه فهذه فكره الشركه باختصار الشيء الثاني سلمكم الله في موضوع الشركات انه الشركات يجوز ان تؤسس من شخص واحد وهي ما وهي ما تسمى في النظام شركه الشخص الواحد وليس تسمى شركه الشخص الواحد يفترض ان تسمى مشروع الشخص الواحد نعم هو مشروع تجاري يملك شخص واحد لا يوجد معه شركاء لكنها سميت شركه الشخص الواحد لانها ملحقه بنظام الشركات وهذا المشروع ينطبق عليه أنظمة الشركات في المملكة العربية السعودية ويؤسس وفقا لما تؤسس عليه الشركات النظام ذكر في المادة الثانية أو الرابعة والخمسون بعد المئة أنه استثناء من أحكام المادة الثانية اللي عرفت الشركة بأنها شخصان أو أكثر استثناء من هذا التعريف يجوز أن تؤسس شركة من شخص واحد شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد وأن تؤول جميع أسهمها أو حصصها عفوا إلى شخص واحد هو المالك الوحيد لها وفي هذه الحالة تقتصر مسؤولية هذا الشخص عن ما خصص من مال ليكون رأس مال الشركة يعني بمعنى هذا الشخص عنده في حسابه مليونين حسابه الشخصي وحط مئة ألف للشركة فمسؤوليته بالمئة ألف مقتصرة على المئة ألف فلوس الخاصة المليونين ما تدخلها ديون ديون الشركة ويكون لهذا الشخص سلطات ممارسة صلاحيات وسلطات المدير ومجلس المديرين والجمعيه العامه للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب. فبالتالي احنا سميناها شركه مع انها من شخص واحد ليش؟ لانه ينطبق عليها نظام الشركات ولا هي في الاصل مشروع الشخص الواحد، وش الفرق بين هذه الشركه وبين المؤسسه؟ الفرق ان المؤسسه ما فيها حوكمه وما فيها ضبط الإجراءات وما فيها قوائم ماليه ما فيها محاسب يعين الزاميا ما فيها طريقه في اتخاذ هي مشروع خاص بشخص يقدر يديره كيف ما يشاء لكن الشركات شركة الشخص الواحد فيها ضبط في الإدارة وفيها قوائم مالية إلزامية تسجل في نظام في نظام قوائم اللي التابع لوزارة التجارة وأيضا فيها مراجع من المحاسبين المعتمدين من هيئة المحاسبين يراجع على أعمال الشركة لما يصير في فيها مراجع وفيها قوائم مالية احنا نضمن نضمن أن لهذا المشروع استمرارية عالية وأن المشروع ده مشروع ناجح ليس مشروعا آه يعني آه حيكون حيفنا مع فناء صاحب صاحب الشركه هذا آه ما يخص اول شيء مقدمه بسيطه عن العقود كعقد وعن الشركات بشكل عام حننتقل بعدها سلمكم الله النظام العمل نظام العمل بنفصل فيه شوي سمحتوا لي لانه هو اكثر الاشياء اللي يكون فيها التي يكون فيها التاثر بالازمات حنتكلم عن عقد العمل وعن الدعاوى العماليه بشكل عام وعن مكافاه نهايه الخدمه وانهاء عقود العمل والتحقيق والتاديب والفرق بين العقد المحدد المده وغير المحدد غير محدد المده اول شيء يجب ان يكون عقد العمل مكتوبا وهذه الفكره موجوده في نظام العمل طبعا هذه اللي انا ناقلها لكم هي مواد من نظام العمل لما نقول يجب ان يكون عقد العمل مكتوبا ويحفظ من نسختين لما اقول يجب فإذا كتابه عقد العمل صارت شيء الزامي صح ولا لا؟ لما يقول لي في النظام هنا ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب اذا ما الفائده من من الفائده من وجوب الكتابه لما يكون العقد قائم بدون بدون كتابه؟ لما تقول يجب ان يكون العقد مكتوبا ثم تقول لي ترى يعد قائما حتى لو ما كتبت تحسون في تناقض في هذه النقطة ولا لا؟ فكروا فيها يجب أن يكون عقد العمل مكتوبا ويعد العقد قائما لو كان غير مكتوب يعني يجب نكتب ولا مو بيجب؟ قلت لكم قبل التوثيق لا ينافي في الثقة وأن العقد ينعقد دون كتابة فعقد العمل لو تم بين عامل وصاحب عمل مشغل وعنده عطاء راتب وصار بينهم شغل فهل العقد منعقد ولا مو منعقد بدون كتابه؟ نعم منعقد. طيب ليش يجب ان يكتب؟ يجب ان يكتب لحفظ الحقوق. طيب لو ما كتبت وش علي؟ لو ما كتبت عليك غرامه مقرره في نظام العمل كانت سابقا 5000 ريال والان صارت 1000 ريال لكل لكل عقد. طيب وفي هذه الحاله يكون للعامل وحده اثبات الحق في اثبات في اثبات حقوقه التي نشات التي نشات عن 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 هذا العقد بجميع طرق بجميع طرق الاثبات. فاذا انت كصاحب عمل او كرائد اعمال او كصاحب منشاه متوسطه او, متوسط أو صغيره الافضل لك ان تكتب عقد العمل لانك لو ما كتبت سيكون للعامل وحده الحق في اثبات في اثبات هذا في اثبات هذا العقد. مع مراعاه ما ورد في الماده 37، الماده 37 تكلمت عن فكره مهمه وهي ان عقد عمل غير السعودي دائما مكتوب ودائما محدد المده. فالان تضع الوزاره نموذجا موحدا لعقد العمل، راح اوريكم النموذج شوي. لا احد يجتهد عليك في كتابه عقد العمل، لو رحت نظام العمل حتلقى ملحق فيه نموذج عقد العمل، نموذج عقد العمل هذا حيبين لك مواد الزاميه يجب ان تضعها في عقدك. وحيبين لك مواد اختياريه يجوز لك ان تضعها ويجوز لك الا الا تضعها وان تبدل فيها. اذا سمحتوا لي بوريكم الملحق عشان نكون مع بعض ماشيين. فملحق عقد العمل موجود فيه كل الاشياء التي تخص عقد العمل الاشياء الالزاميه وهو موجود ضمن نظام العمل وضمن اللائحه والملحقات الخاصه الخاصه بنظام العمل ظاهر عندكم الان ظاهر الان نظام العمل صح؟ هذا عقد العمل اعتقد انه ظاهر لو الاخوان اللي يكتبوا لي برايفت كان ظاهر ولا لا آه عقد العمل بهذه الصيغه مرفق ممتاز آه مرفق في آه في لائحه عفوا في, في في ملحقات نظام العمل حتلاقي في في عقد العمل هذه الفقرة اسمها إلزامي يعني يجب أن تضعها في عقدك اللي هي أولا موضوع العقد إلزامي لما ننزل حلاقي في أشياء اسمها اختياري فأنت مخير بوضعها أو أو ألا ألا تضعها ك كصاحب عمل هذا العقد موجود وين؟ موجود في ملحق من ملحقات عقد من ملحقات نظام العمل حتلاقي مواد في إلزامية وحتلاقي مواد في اختياري فانت كرائد اعمال يفترض تروح للمحامي اللي تتعامل معه والقانوني او تروح ل المركز مركز الدعم وتتناقش معه عن طريق وآلي، عن طريقه واليه ضبط هذا ضبط هذا العقد فاذا الوزاره تضع عقد عمل هذه الوزاره وضعت عقد العمل وجعلت جعلته متاح متاح للجميع اي احد ممكن يستعين بنسخه من عقد من عقد العمل طيب يجب ان تكتب عقدك وفق النموذج اللي ورد هيك او شيء، هذه الماده الماده الثانيه والخمسون فقره 2 تقول يجب ان يكون عقد العمل وفق النموذج المصري فما يجوز لك ان تبتكر عقد عمل من عندك، لازم تكون وفق النموذج يجوز تزيد عن النموذج بما لا يخالف النظام، لكن المواد اللي في النموذج مكتوب عليها الزامي يجب ان تضعها كما كما هي. ال في في نظام العمل في فتره اسمها فتره تجربه اول معلومه لازم نعرفها كرواد اعمال انه فتره التجربه ليست في كل العقود يعني يجوز ان يكون في العقد فتره تجربه ويجوز ان لا يكون في فتره تجربه انت بالخيار تضع فتره تجربه او ما تضع اللي يهمك ان تعرف ان الماده الثالثه والخمسون من نظام العمل قالت اذا كان العامل خاضع لفتره تجربه فالاصل انه ما فتره تجربه لكن اذا اخضعت العامل لفتره تجربه يجب أن تكتب فترة التجربة هذه في العقد وجب النص على ذلك صراحة في العقد وتحديدها بوضوح فإذا بتحط فترة تجربة يجب أن تكتب فترة تجربة بشكل واضح في عقد في عقد العامل أهم أحكام فترة التجربة أنها لا تزيد عن 90 يوم ممكن تخلي 10 أيام 15 يوم 30 يوم 60 يوم لكن لا يجوز أن تزيد عن 60 يوم في 90 يوم في الاتفاق الأول ثم يجوز أن تمددها ل 90 يوم يوم أخرى الفائده من فتره التجربه هي نهايه الماده ولكل هذه نهايه السطر قبل الاخير ولكل من الطرفين الحق في انهاء العقد خلال فتره التجربه او خلال هذه الفتره ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الانهاء لاحدهما دون الاخر، بمعنى انا بشتغل عند منشاه جو المنشاه كتبوا لي في عقد العمل انك انت يا العامل خاضع لفتره التجربه. ويحق لنا في اثناء فتره التجربه آه ان نقيم عملك واذا آه ما يجتاز فتره التجربه يحق لنا ان ننهي عقدك. لكن انت لا يجوز لك ان تجربنا. بمعنى ان الفتره تكون لطرف دون طرف وعقد العمل اللي قبل اياه فيها النص. يعطيك خيارين فتره تجربه الجميع فتره تجربه لطرف دون طرف. المنشأه تجرب العامل او العامل يجرب المنشأه. هذه اول فكره فتره التجربه وفائدتها. الفكره الثانيه انه عقد عمل غير السعودي يجب ان يكون مكتوبا هذه ماده 37 من النظام يجب ان يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المده هذه النقطه مهمه لذلك في اللائحه قال يعتبر عقد عمل غير السعودي محدد المده مهما طالت مدته او مده تجديده او وفي جميع الاحوال لا يتحول الى غير محدد المده حتى لو اتفق اتفق الطرفان على على ذلك ليش؟ لأن المادة الثالثة من نظام العمل قالت أنه العمل حق للمواطن ولا يجوز لغيره ممارسة هذا الحق إلا وفق شروط النظام، وبالتالي أن الأصل أن العمل للسعودي غير السعودي يعمل لظرف فيعمل للضرورة فالضرورة تقدر بقدرها، فالأصل أن يكون عقد عمل غير السعودي عقدا محدد المدة ويجدد لمدة مماثلة. او مده محدده طيب اذا ما كان في تجديد اذا ما, ما كان في عقد واحد وظف واحد غير سعودي دون ان يكتب معه عقد قال النظام واذا خلا العقد من بيان مدته تعد مده رخصه العمل هي مده العقد فننتقل لرخصه العمل اللي هي تقريبا نفس مده الاقامه تكون هي مده العقد وهي المده الخاصه ب بالعقد الفكره الثانيه انه عقد السعودي يبدأ محدد المده لكنه قد يتحول الى عقد غير محدد غير محدد المده. اول حاله اذا كان العقد محدد المده وانتهت مدته واستمر طرفاه في تنفيذه تحول الى عقد غير محدد المده، بمعنى انا تعاقدت مع ابراهيم. قلت له يا ابراهيم مد كتبت له في العقد هذه النص، مده هذا العقد سنه ميلاديه تبدا من 1/1/2018 واحد واحد فسنه من 1/1 2018 هي تنتهي في 31/1 2018 31/12 2018 انتهت السنه هنا في 1/1 2019 ابراهيم ما زال في الشركه وانا ما قلت أبراهيم مش وهو ما زال يعمل الان ابراهيم صار في موقف ضبابي ما يعرف هو انتهى عقده ولا يستمر عقده ولا ايش صار وضعه فالنظام قال اذا جاء ابراهيم وداوم يوم بعد انتهاء عقده واستمر الطرفان في تنفيذ العقد تحول عقده الى غير محدد مده. ليش؟ لانه نظام العمل قواعدة قواعد قواعد حمائية تضبط العلاقه العماليه عشان ما يصير العامل في وضع ضبابي، ما يعرف وش حدوده، وش واجباته، وش عليه وش ما عليه. اذا الحاله الاولى اذا انتهت مده العقد واستمر طرفاه في تنفيذه تحول الى غير محدد مده. لاحظوا في صياغه العقد مكتوب يجدد تلقائيا؟ مو مكتوب فيه، مكتوب مده هذا العقد سنه بس. او مده هذا العقد سته اشهر فدائما مكتوب مده العقد دون تبيين للمدد فيكون العقد محدد المده فاذا انتهت مدته واستمر طرفه في تنفيذه يتحول العقد الى غير محدد المده مباشره طيب طبعا انا الاسئله اللي اللي مكتوبه وبجاوب عليها في نهايه النقاش ان شاء الله الحالة الثانية التي يتحول فيها عقد السعودي من محدد مدة إلى عقد غير محدد مدة هي حالة إذا كان يتضمن العقد شرطا يقضي بتجديده مدة هذا العقد سنة ويجدد تلقائيا لمدة مماثلة أو مدة محددة النظام يقول إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية يعني كل في مدة العقد سنة أول تجديد، ثاني تجديد، ثالث تجديد هي ثلاث تجديدات بعد التجديد الثالثة يتحول العقد إلى غير محدد قلت لي مده العقد ست شهور. اذا اول ست شهور بعدين سنه بعدين سنه ونص ثلاث ثلاث مرات تجديدات يتحول الى غير الى غير محدد. قلت لي مده العقد شهر الشهر الثاني الشهر الثالث ثلاث تجديدات تحول الى غير الى غير محدد. الحاله الثالثه اذا بلغت مده العقد الاصلي مع التجديد اربع سنوات ايهما اقل ثلاث تجديدات ولا اربع سنوات؟ في المره الاولى ننظر لعدد التجديدات في المره الثانيه ننظر لعدد السنوات اذا وصلنا ثلاث تجديدات قبل اربع سنوات يعتبر تجدد اذا وصلنا اربع سنوات قبل ثلاث تجديدات يعتبر تحول الى غير محدد كيف لما يكون مده العقد سنه 2018 بدا 19 هذا اول تجديد 20 ثاني تجديد 21 ثالث تجديد لاحظوا ان درسنا ثلاث سنوات فقط جميل طيب لو كان مده العقد سنتين بدا 2010 2012 اول تجديد 2014 ثاني تجديد 2016 ثالث تجديد متى يتحول لما وصلنا 2014 لما وصلنا اربع سنوات فاربع سنوات او ثلاث تجديدات ايهما اقل يتحول العقد من محدد الى غير الى غير محدد هذه الحالات اللي يتحول فيها العقد من محدد الى الى غير محدد بالنسبه لقواعد التاديب والتحقيق يهمنا منها فكره واحده بس ودي ناخذها قبل ننتقل لي لعلاج لعلاج المشكله في في الازمات. الفكره هي كالتالي. ماده 69 ظاهره عندكم تقول لا يجوز اتهام العامل بمخالفه مضى على كشفها اكثر من 30 يوم. فاذا عندي مدد في معاقبه العمال. من تاريخ اكتشاف المشكله عندي 30 يوم لمعاقبه العامل وتوجيه الاتهام له. ثم 30 يوم بعد انتهاء التحقيق لتوجيه العقوبه المناسبه للعامل. لازم اراعي المدد. الماده 71 هي اللي بوقف عندها وبعدين انتقل لانهاء عقود العمل. تقول ماده 71 لا يجوز توقيع جزاء تاديبي على العامل الا بعد ابلاغه كتابة كتابة بما نسب اليه واستجوابه وتحقيق دفاعي. وهذه الفكره الرئيسيه من من قواعد نظام العمل ان قواعد نظام العمل هي قواعد حمائيه. جاءت لتحمي العلاقة لتحمي العلاقة العمالية وتضبط سياجها بمعنى أنه المقصد من من إيقاع العقوبة على العامل هو إيش؟ هو ضبط العلاقة العمالية إخطاء العامل توقع عليه العقوبة بس لازم قبل أوقع عليه العقوبة أوجه له خطاب كتابي وأحقق معه تحقيقا يحقق دفاعه ممكن يكون عنده حجج وأعذار تمنعني من من ايقاع هذه العقوبه لا او لدي اعذار في الغياب الى غيره. هذه الفكره الرئيسيه وهذه تهمنا جدا في موضوعنا الان في انهاء العقود. ممتاز؟ العقوبات التي يجوز لصاحب العمل ان يوقعها العامل ست عقوبات لا يجوز له ان يوقع غير هذه الستة الموجوده في الماده 76. قدامكم. انذار، غرامه، حرمان علاوه، تاجيل ترقيه، ايقاف عن العمل لمده لا تزيد ايام مع حرمان من الاجر، والفصل في الحالات المقررة أيضا لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العمل جزاء تأديبي غير وارد في هذه اللائحة أبدا أو لائحة تنظيم العمل في الإنهاء بالعادة نتكلم عن هذه الأشياء كلها في التعويض والإشعار, والإشعار والاستقالة والإنهاء لسبب مشروع والإنهاء لسبب غير لسبب غير مشروع. الآن بنتقل للنقاش عن عن حالات الإنهاء الخاصة بفيروس كورونا بشكل عام او بالجائحه او الحلول الخاصه بها ثم بعدين بنترك مجال مجال للاسئله. الماده طبعا سريعه احنا مقدمينها في في اقل من 40 دقيقه ان شاء الله او اقل من نص ساعه الى الان. عندي فكره مهمه اذا انهيت عقد العامل عندي حالتين في الانهاء يا انهي لسبب مشروع سبب جائز نظاما مثل بلوغ سن التقاعد او انتهاء مده العقد او اتفاق الطرفين على انهاء العقد في هذه الحاله يستحق العامل حقوقه اللي عليه مكتوبه او على يساركم كيف دارت لكم اللي هي جميع مستحقاته رواتب وعمولاته نسبه مكافاه نهايه خدمه شهاده خبره ان يعيد له صاحب العمل جميع الحاله الثانيه اذا هنا عقد العامل لسبب غير مشروع في هذه الحالة يستحق العامل مني إضافة إلى ما سبق تعويض التعويض هذا يحسب وفقا للمادة السابعة السابعة والسبعون حساب مكافأة نهاية خدمة حنروح في جوجل لو كتبنا حاسبة مكافأة نهاية الخدمة حيدخلنا على بوابة خاصة بوزارة الموارد البشرية وضعت حاسبة تحط فيها العقد وبياناته وتحسب لك المكافأة بطريقة بطريقة صحيحة. بالنسبة ل الدعوة العماليه حتبدا عن طريق بوابه اسمها بوابه ودي، لو كتبت في جوجل بوابه ودي بوابه مستقله لوزاره الموارد البشريه حتقدم فيها طلبك لحل النزاع بينك وبين صاحب العمل بشكل ودي خلال مده 21 يوم عمل اذا تعذر الحل تنتقل الدعوه تلقائيا من من وزاره الموارد البشريه الى المحكمه العماليه للنظر في في الدعوه. وطبعا كل شيء الكتروني. الان في نقطة مهمة اسمها القوة القاهرة والظروف الطارئة بشرحها بشكل عاجل في جائحة كورونا. طبعا هذا النقاش او هذه الفكرة مكتوبة حتى حتى الجمعة الماضية او حتى تاريخ اليوم خلينا وفقا للقرارات الملكية الصادرة وقواعد وقرارات وزارة وزارة العمل. أول معلومة يجب أن نعرفها أن 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 علاقة العمل هي علاقة تعاقدية رضائية. ليست علاقه الزاميه بين طرف وطرف هي رضائيه ان توافق تشتغل ولا توافق فلا لا يلزم اي طرف بالاستمرار في هذه العلاقه لو بغى ترك العمل تقل العمل وعلي التعويض لو بغى يفصلني يفصلني وعليه, وعليه ان يدفع التعويض وقد قد يقع يقع تحت طائله العقوبه المقرره في النظام فالطرف الذي يخل بالتزاماته التعاقديه عليه ان يدفع التعويض وفقا وفقا لمقتضيات النظام الفكره الثانيه انه يجب على كل اطراف العلاقه العماليه ادراك الحقوق والواجبات المنصوص عليها نظاما لتحقيق المصلحه وتعزيز العلاقه فلا يستقيم ان يغلب صاحب العمل مصلحه ارباحه او عمله على مصلحه العمال ولا يليق بالعامل ان يغلب مصلحته الشخصيه على مصلحه على مصلحه الازمه او على مصلحه المنشاه الحدث الطارئ اللي حدث هو حدث مؤقت ان شاء الله وسينتهي باذن الله والدوله عزها الله وفرت كل الدعم الكافي من اجل تجاوز هذه الازمه لازم انا كعامل او انا كصاحب عمل انظر للعلاقه العماليه اللي تربطنا مع بعض لما بعد الازمه لان هذه الازمه ستنجلي باذن الله لازم ننظر لاثارها لما بعد لما بعد الازمه. الان عندي في في فكرتين لازم نتصورها اسمها فكره القوه القاهره والفكره الثانيه اسمها الظروف الطارئه. القوة القاهرة حدث غير متوقع يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا أعطيكم مثال على على القوة القاهرة مثل قاعات الأفراح لو واحد حاجز قاعة أفراح في 1 أبريل أو في 5 أبريل ممتاز هل يستطيع أن يحضر زواجه في 5 أبريل؟ بالتأكيد لا لأن العقد صار مستحيلا القاعات مغلقة كلها وما تستطيع أن تنشئ زواجا وتفعله وتعزم الناس فيه في هذا الوضع فهنا احنا امام قوه قاهره تجعل تنفيذ العقد مستحيلا الفكره الثانيه اسمها الظروف الطارئه في الظروف الطارئه تنفيذ العقد ليس مستحيلا لكنه مرهق يعني العلاقه العماليه مو مستحيل ان تستمر ممكن تستمر عن بعد ممكن تستمر بتخفيف ساعات العمل لكن مرهق على صاحب العمل ان يدفع اجر للعامل في هذه الفتره كامله ففي في في القوه القاهره في الحاله الاولى لا ما عندنا خيار اذا استحال تنفيذ العقد الا بفسخ العقد. مثل عقد قاعات الافراح او غيره. في الظروف الطاريه احنا نقدر ما نفسخ العقد، نقدر نستمر في العلاقه، وهذا الشيء اللي اكدت عليه وزاره الموارد البشريه انه العلاقه العماليه مستمره وما يجوز لصاحب العمل يفصل العمال كذا يعني يحتج بالقوه القاهره او يحتج بالفتره هذه. الفتره هذه عباره عن ظروف طاريه ما لنا شهر من يوم توقف العمل. فمو معقوله شهر تقول لي العلاقه، لا ما استحالت العلاقه. في التزامات مرهقه صح فلازم نوازن في هذه الالتزامات، الالتزامات المرهقه وهو ما حدث في الاوامر الساميه اللي صدرت. الخيارات، الخيار الاول لا يجوز لصاحب العمل ان يفسخ العقد، عقد العامل ويعتبر ان اللي حدث هو قوه قاهره. لان لاننا لم نصل الى هذه المرحله حت حتى الان بموجب انه في دعم يصل الى 60% من اجر العامل يدفع قوه قاهره تعجزك عن عن تنفيذ العقد ولا يجوز الحسم من اجر العامل بسبب هذه الازمه دون موافقه العامل كتابة الفكره الثالثه لا يجوز لصاحب العمل اجبار العامل على اخذ اجازه اجازته السنويه. الا قبل اشعاره ب 30 يوم على الاقل وفق ما نصت عليه الماده 109 من نظام العمل. 109 تقول لصاحب العمل ان ينظم منح الاجازات بين العمال بشرط ان يبلغ العام من قبل وقت كاف لا يقل عن 30 يوم انه هذا موعد اجازته، لاحظوا هذه الاجازه اللي براتب. لا يجوز اجبار العامل على اخذ اجازه بدون اجر. وفقا للماده 116 وهو ما اكدت عليه وزاره الموارد البشريه ما يجوز لصاحب العمل يجبر العمال على اجازه بدون اجر، الاجازه بدون اجر تكون بطلب من العامل يوافق عليه يوافق عليه صاحب صاحب العمل. لا يجوز لصاحب العمل ايقاف عقد العمل وفقا لارادته المنفرده. اذا طلب العامل ووافق صاحب العمل لا معنى، لكن لا يجوز لصاحب العمل ان يلزم العامل الاجازه بدون اجر او اجازه او وقف العقد. هذه هذه محاذير انتبه كرائد اعمال ان تقع فيها لانه خطا من هذه الاخطاء ممكن يكلفك تعويض لدى المحكمه العماليه يكون عالي. مهم جدا ان تحافظ على هذه العقود وان تستفيد من الدعم الذي يحصل من سان. هذه الخيارات اللي المقترحه الخيار الاول المبادره التي طرحتها الوزاره بالامر السامي انه المنشات اللي اقل من خمس عمال تدفع رواتبهم كامله عن طريق صندوق ساند وفق الشروط المطروحه او المنشات التي اكثر من ذلك يدفع الى 60% من اجر العامل عن طريق صندوق ساند الذي بدا التقديم عليه الان وسيصرف اول راتب له مع نهايه شهر ابريل. اذا طلب العامل قدم طلب بتخفيض اجره تبعا لتخفيض ساعات العمل وفق صاحب العمل، هذا اتفاق ممكن يحصل بين العامل وصاحب العمل وفقا لنص المادة 94 من نظام العمل. الخيار الثالث إجازة بأجر إجازة براتب وفقا للمادة 109 قلناها. الخيار الرابع أنه لو طلب العامل أن يحصل على إجازة دون أجر، ووافق صاحب العمل لا مانع، لكن أؤكد أنه لا يجوز إلزام العامل بإجازة دون أجر. الخيار الأخير هو إيقاف عقد العمل. اذا اتفق الطرفان ويجب ان تكون موافقه العامل على ذلك كتابه وارجع اكد على مساله الكتابه في كل هذه الخيارات عدا الخيار الاول يجب ان يكتب الاتفاق بين صاحب العمل وبين وبين العامل طبعا لا تتصور لما اقول لك يكتب اجتمع انت وياه واكتبوا الكتابه بالايميل المعتمده مثل ما ذكرت في بدايه النقاش انه يكون بالمراسلات الالكترونيه تكون عن طريق عن طريق التقنيه هذا كل شيء بالنسبه لي اشكركم ان شاء الله اني مريت على الماده مرور سريع وكنا في مك في هاكاثون يعني او في 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 ماراثون للوصول يعطيكم العافيه وشكرا لكم في اسئله سادة طيب الاسئله من ناخذ الاسئله؟ هلا والله استاذي السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم يا اهلا وسهلا بالجميع شكرا لك استاذ هاني صراحه استفدنا كثير وبالنسبه للاسئله يا طويل العمر هي راح تكون في الكيو ان اي تفتح الكيو ان اي اي وش الاسئله اللي هي طبعا متعلقه بالموضوع طيب هل يعتبر مكتب محاماه من شركات الشخص الواحد؟ مكاتب المحاماه هذه المعلومه لازم تصورها جدا لا ينطبق عليها نظام الشركات التجاريه ينطبق عليها نظام اخر اسمه نظام الشركات المهنيه صدر قبل فتره وجيزه من وزاره التجاره هي المشرفه على هذا النظام وتصدر لائحته صدر بامر ثاني بقربة وزاره بامر ثاني لو طلعتوا على نظام الشركات المهنيه ينظم شركات المهن كشركات المحاماه وشركات الاطباء والمحاسبين وغيرهم. واظن الان لائحه النظام صدرت مسوده لها للنقاش فما طرحناه قبل قليل من انواع الشركات لا ينطبق على شركات على شركات المحاماه. السؤال الثاني يتكلم عن المحاصه أو ممتاز تحت أنا بفتح حضانة أطفال كيف أكتب العقد شركة أو مؤسسة الخيار لك خيار لك في اختيار مؤسسة أو شركة وإذا كان عندك حالة خاصة ممكن تزورين مركز دعم المنشآت إن شاء الله وتحصلين على الاستشارة الخاصة لهذا السؤال لأنه في أسئلة كثير لازم تسألينها عشان تجاوبين على سؤال الأفضل العقد المحدد والعقد غير محدد بالنسبه لغير السعودي يجب ان يكون عقده غير محدد دائما بالنسبه للسعودي سيتحول عقده الى الى محدد في الحالات التي طرحناها في النظام وقد يجوز ويجوز الاتفاق ان يكون العقد غير محدد من البدايه مع غير مع غير السعودي. الافضل انا ما ادري الافضل من طرف من؟ من طرف صاحب العمل ولا من طرف من طرف العامل لها احتمالات كثيره. اذا انتهت رخصه العمل والموظف يشتغل الاجتهاد استطاع انه الاصل انه عقد العمل ثم رخصه العمل اذا كانت منتهيه روح الاقامه اذا كانت منتهيه نبحث عن اي تاريخ حتى بعض الهيئات العماليه كانوا يرجعون الى تاريخ الجواز عشان يبقى عقد عمل غير السعودي محدد المده ولا يجوز ابدا ان يتحول الى غير الى غير محدد اذا كان عقد العمل غير محدد مده في نصف السنه طلب من العامل انهاء العقد اذا 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 كان العقد غير محدد المده وطلب انهاء العقد بناء على سبب غير مشروع جاز لك طلب التعويض وفق الماده 77. الماده 77 فيها ثلاث فقرات، فقره تقول اذا كان العقد محدد المده فيكون التعويض اجر المده الباقيه. فقره ثانيه تقول اذا كان العقد غير محدد المده ياخذ العامل اجر 15 يوم عن كل سنه، نص راتب عن كل سنه. فقرة الثالثه تقول يجب الا يقل التعويض المشار اليه في الفقرتين اعلاه عن اجر العامل لمده شهر تراجع الماده 77 كيف نعامل نتعامل في العقود مع الذي لا يقرا ولا ولا يكتب هذا الحاله نادره جدا 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 والاصل يكتب العقد ويشرح له ويوقع عليه ولا يبصم يبصم عليه من اذا اكملت سنه واربع اشهر هل يستحق مكافاه نهايه خدمه؟ لو اكملت يوم واحد في العمل تستحق مكافاه نهايه الخدمه. يحرم العامل من مكافاه نهايه الخدمه اذا استقال في اقل من سنتين او فصل بناء على الماده 80 فيما عدا ذلك فيستحق العامل مكافاه نهايه الخدمة لو داوم يومين. ممتاز او فصل بناء على فتره التجربه اللي هي ضمن الماده 80. آه هل يجب التجديد مستمر ام يجوز ان يكون متقطع لكي يص... لكي لا يصبح غير محدد؟ سلمان لو تراجع الماده 56 من نظام العمل قالت انه في كل الحالات التي يتجدد فيها العقد تعتبر المده السابقه امتدادا للمده الاصليه، المده الحاليه امتدادا للمده الاصليه. فبعض المنشات تحتال انها تنهي العقد تقعد يومين ثلاثة ايام ثم تسوي عقد جديد عشان ما يعتبر عقد واحد ويتحول لغير محدد، نظام العمل يعتبر هذا احتيال ويعتبر العقد كله مده واحده وخدمه العامل مستمره وفقا للماده 56 من نظام من نظام العمل. لكن اذا لكن في القضايا العماليه اذا وصلت الى المحكمه تجري على نظر القاضي فعلا اجتهاد القاضي ونظره وفقا لاحكام النظام. هذه العقوبات بالتسلسل؟ العقوبات بالتسلسل او اختيار عشوائي لو نرجع لنظام العمل حنلاقي في ملحقات نظام العمل جدول للعقوبات حنلاقي في جدول العقوبات المره الاولى اللي يسويها العامل وش العقوبه المره الثانيه المره الثالثه المره الرابعه في كل مره وش العقوبه التي يجوز ايقاعها على العامل. آلية التحضير في الدوله ممكن في الدوره ممكن تراجعون الاداره يعني نقاش عامل بعقد عمل محدد المده وذكر في العقد بانه يجب على الطرفين اختار الطرف الاخر برغبته بعدم التجديد قبل 60 يوم قام صاحب العمل بانهائه باقل من 30 يوم ما هو الحكم القانوني الحكم القانوني ان هذا العقد تجدد واذا انهى قبل هذه المده يعتبر انهاء لسبب غير غير مشروع بالنسبه لدفع الاجار في هذه المده ما زالت العقود ملزمه للطرفين اعتقد انه اصحاب مكاتب الاداره ان شاء الله تكون منهم مبادره لحل هذه المشكله بتاجيلها او تقسيطها او او فعل. الماده الفقره السادسه الماده 80 تقول فتره الاختبار، هل هي ف... نفس فتره التجربه؟ نعم، فتره الاختبار هي فتره هي فتره التجربه ولم يرد في النظام تفصيل فترة الاختبار، والاصل انها فتره التجربه اللي عليها في الماده 53 والماده 54. طيب الموظف اللي فتره تجربه ينطبق عليه النظام نعم الموظف فتره تجربه موظف يسجل في التامينات وينطبق عليه احكام نظام العمل كامله الا انه اذا فصل في اثناء فتره التجربة لا يستحق مكافاه نهايه خدمه ولا يستحق تطوير لكنه موظف ويجب ان يسجل في التامينات العقوبات بالتسلسل او بالاختيار العقوبات مثل ما ذكرنا لو رجعتوا لملحقات عقد العمل حتلاقون من ضمنها من ضمنها لائحه تنظيم العمل في نهايه اللائحه في جدول للعقوبات والجزاءات حيعلمك المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه وش الاجراء اللي تسويه مع العامل في هذه في هذه الحالات واذا ودكم ممكن اعرض لكم إياه بعد شوي اذا انتهينا نموذج له بس خلنا نكمل في الاسئله اذا ابغى انهي عقد عامل غير سعودي وما في انذارات سابقه والسبب رغبتنا في فسخ العقد لان عدم التزامه بالاوامر ولا حقق التارجت كيف انهي؟ الماده 80 نصت الى انه العامل اذا لم يحقق الاوامر الجوهريه والالتزامات الجوهريه يجوز فسخ عقده لكن بشرط ابلاغه كتابة وكل حالات فسخ العقد يجب ان يبلغ العامل كتابه بالمخالفه ويحقق معه كتابه فاذا كان في عامل لم يحقق الالتزامات الجوهريه وانذر قبل ذلك يجوز فسخ عقده بعد التحقيق بعد التحقيق معه وفقا لاحكام الماده الثمانين طيب آه انا لدي مؤسسه وموظف واحد واوقفت العمل بدون راتب ايش الاجراء اللي المفروض تتخذه عندك مؤسسه واقل من خمس عمال تقدر تستفيد من الدعم السخي اللي من مولاي خادم الحرمين الشريفين بان العمال المنشات اللي فيها اقل من خمس عمال تدفع اجورهم كامله عن طريق صندوق عن طريق صندوق سند انا انصحك ترجع عاملك تصلح انت وياه لانه خطا فصلك لهذا العامل وانهاء عقده دون دون اجر. هل العقد العمل يكون من العقود المستمر؟ نعم عقد العمل من عقود ذات التنفيذ المستمر هل يوجد نموذج موحد لعقد العمل عن بعد عقد العمل عن بعد صدر له قرار من وزير الموارد البشرية اسم عقد العمل لائحة تنظيم عقد العمل عن بعد أو تنظيم عقد العمل عن بعد ونص أنه ينطبق عليه أشياء محددة من عقد العمل من ضمنها نطاقات والتأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي وساعات العمل نفسه نفس عقد العمل العادي ولو عاق لو عامل يعمل اوف وحولته الى عن بعد تعتبر خدمته مستمره وكان عن بعد ورجعته اوف لاين رجعته للعمل التقليدي تعتبر يعتبر العقد واحد والخدمه والخدمه مستمره عبد الله يقول شروط عقد الشركه مستثمر راس مال ومالك بشركته وباسم شركته بحيث يكون السيد. هذه عبد الله من شركات المضاربه من شركات الفقه الفقه الاسلامي لا ينطبق عليه نظام الشركات انا عندي عقد فريق ترفيهي هل تنصحني بكتابه عقد انصح الجميع بكتابه عقود لجميع التعاملات كل التعاملات يجب ان يكتب فيها عقود تحدد العقود الواجبات والالتزامات بين بين الطرفين طيب أه أه بفتح شركه الافكار الابداعيه في جميع المجالات هل في نظام تخضع له؟ نعم، جزء من الدورة اللي يقدمها الجوانب القانونية شيء يخص الملكية الفكرية. مهم جدا ان تهتمون بالملكية الفكرية وحقوق المؤلف في مثل هذه الدورات، في مثل هذه النشاطات. أغلب الأسئلة عن نظام العمل. عند تجديد؟ السلام الله أستاذ أشكرك على الإضافات الجميلة ونشكر الحضور على الأسئلة الثرية. يعطيك العافيه انتهى الوقت معانا وان شاء الله لنا لقاءات اخرى باذن الله وتشرفنا بحضوركم جميعا شكرا لك يا عم. طيب يعطيكم العافيه وشكرا لكم لو رجعتوا لنظام العمل حتلاقون في لائحه تنظيم العمل جدول في الاخير اللي قلت لكم عنه حيحدد لك المخالفه والعقوبات اول مره ثانيه مره ثالث مره, تعالي مرة. وشكراً لهيئة المنشآت ومركز الدعم على هذا التنظيم المميز. يعطيكم العافية وشكراً لكم.